السلام عليكم يا شباب يا بنات، راح نبدأ اليوم إن شاء الله مقرر مبادئ تأمين وإدارة المخاطر للمستوى الثالث للفصل الدراسي الثاني من سنة 1939-1440. قبل ما نبدأ نعطيكم معلومة انه تم تنزيل الشرائح. يا شباب يا بنات، هل الصوت واضح؟ بالله هل الصوت واضح؟ اوكي كويس. تم تنزيل شرائح المقرر في المنتديات، تم تنزيل شرائح المقرر في المنتديات، فعلى كل طالب انه يحمل الشرائح، وعلى كل طالب انه يلتزم بس بالشرائح الموجودة في المنتدى. يا شباب يا بنات، لا تحاول انك تتعب نفسك وتجيب مقرر من مكان اخر او مذكرة من مكان اخر او تلخيص من مكان اخر. يكفي انه الطالب يلتزم بالشرائح الموجودة في المنتدى. نزلت شرائح في المنتدى، فكل طالب فيكم يقوم بتحميل الشرائح. اي تقرير 366، اي صح، تقرير 366 شريحه. اي هناك 29 وحده، هناك 29 وحده. هل هذا واضح يا شباب يا بنات؟ هل هذا واضح؟ نقطه ونمر الى الوحده رقم واحد. هل واضح؟ الرجاء التقيد بالشرائح الموجودة في المنتدى. اوكي نبدأ على بركة الله. الوحدة رقم واحد، الوحدة رقم واحد وعنوانها مفاهيم الخطر. مفاهيم الخطر. لو سمحتم يا شباب، مثل ما جرت العادة في كل فصل، في بداية كل محاضرة نقفل الشات ونخلي للطلاب قرابة الثلاثة أو أربع دقائق في آخر المحاضرة لو عنده الطالب أو الطالبة عندها استفسار أو سؤال. وبالطبع وبالطبع هناك منتدى الأسئلة والاستفسارات، أي سؤال يبغاه الطالب يراسلني على منتدى الأسئلة والاستفسارات. تفضل، سؤال واحد بس يا أستاذة منال، تفضل، إيش هو سؤالك؟ ان شاء الله احنا والوقت يا شباب يا بنات، احنا والوقت، لو كفانا الوقت يعني نخصص اخر محاضره، المحاضره رقم 12 راح تكون للمراجعه ان شاء الله باذن الله. اوكي فنبدا مثل ما قلت، راح اقفل الشات يا شباب، واذا ما متنا راح نسوي مراجعه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذا لسه بكير عليه يا استاذ، هذا لسه بكير عليه، لسه في المحاضره رقم واحد. اذا نبدا يا شباب، اذا ما نضيع وقت، ما نضيع وقت، راح اقفل الشات. اذا مثل ما قلت، الوحده رقم واحد عنوانها مفاهيم الخطر. بالطبع المقرر يا شباب اسمه مبادئ التامين واداره المخاطر، فراح نشوف جزء أول عن كل ما هو خطر وجزء ثاني عن كل ما هو إدارة المخاطر. وبالطبع هنا كعناصر الوحدة رقم واحد يا شباب يا بنات، راح نشوف مع بعضنا كعنصر أول مفهوم الخطر، وهنا راح نعطيكم عدة مفاهيم للخطر. أوكي، هناك خمسة مفاهيم للخطر، والمفهوم الأول والثاني والثالث والرابع والمفهوم الأخير هو المفهوم اللي الطالب مطالب انه يلتزم به. ليش؟ لانه المفهوم الاخير هو شامل. راح تلاحظوا معي ان المفهوم الاخير اشمل من المفهوم رقم اربعه. الاربعه اشمل من الثالث، والثالث اشمل من الثاني، والثاني اشمل من الواحد. بعدين كعنصر ثاني راح نشوف مفهوم الخطر من وجهه نظر المؤمن، المقصود بالمؤمن يعني شركه التامين.
يعني ما المقصود او ما هو مفهوم الخطر بالنسبة الى شركة التأمين. وكعنصر اخير راح نشوف مع بعض الخطر ضمن مفهوم عدم التأكد. بالطبع هنا يا شباب يا بنات يقول لي في المقدمة ان كل انسان فينا، كل شخص فينا معرض الى عدة مخاطر في حياته العامة وفي حياته الخاصة. فأي قرار يتخذه الإنسان يبقى هذا القرار معرض إلى عدة مخاطر. وبالطبع هذا القرار اللي أنت راح تتخذه في حياتك العامة أو في حياتك الخاصة أنت غير متأكد من النتيجة في المستقبل، يعني نتيجة هذا القرار غير معلومة مقدماً. بما أنه النتيجة غير معلومة مقدما فيصبح الإنسان بذلك في خطر أو معرض إلى عدة مخاطر. أوكي، على سبيل المثال لو الطالب فيكم قرر أنه مثلا يروح للدوام باستعمال السيارة، هذا قرار اتخذه الطالب، القرار المتمثل في استعمال السيارة للذهاب إلى الدوام. هذا القرار اللي اتخذه الإنسان يبقى معرض إلى عدة مخاطر، مثلا يبقى معرض لا قدر الله إلى حادث سير. وبالتالي بما أنك أنت قررت أنك تتخذ أو تستعمل السيارة حتى تروح للدوام، فالنتيجة غير معلومة مقدما، يعني في إمكانية أنك تصل سالم إلى الدوام وفي إمكانية لا قدر الله أنك تتعرض إلى حادث سير. فعدم المعرفة بالنتيجة النهائية لقرارك هذا توصف بالخطر. مثال آخر عندكم هنا في الشرائح، يقول لك مثال إذا قرر تاجر أن يستثمر أمواله في إحدى المشاريع، وبالرغم من أن كل الأشياء متاحة قدامه، يعني الأموال موجودة، اليد العاملة موجودة، مكان يعني الاستثمار موجود، كل شيء موجود، لكن هذا القرار يبقى عرضة إلى خطر الربح و الخسارة. هذا مثال مثلا على الاستثمار، يبقى الإنسان معرض إلى يعني خطر الربح والخسارة. وبالطبع هنا يقول لي أن الحالة المعنوية التي يكون عليها الفرد عند اتخاذ قرار معين وعدم معرفته بالنتيجة النهائية، هذه الحالة المعنوية توصف بالخطر. فالخطر عبارة عن حالة معنوية تنتاب الإنسان، تنتاب متخذ القرار لعدم معرفته بالنتيجة النهائية لذلك القرار. وبالطبع هنا يا شباب ويا بنات، بما أنه هناك عدة مجالات في الحياة العامة والخاصة، فبالطبع راح تتعدد مفاهيم الخطر، راح تتعدد مفاهيم الخطر كلما تعددت المجالات. على سبيل المثال الاقتصادي راح يعطيك مفهوم معين للخطر، الإحصائي راح يعطيك مفهوم معين للخطر، مدير المخاطر راح يعطيك مفهوم معين للخطر، الطالب راح يعطيك مفهوم معين للخطر. وبالتالي هنا يقول بتعدد المجالات، وبتعدد المجالات راح تتعدد معها مفاهيم للخطر وتعريف للخطر. وهنا راح نعطيكم تعريف اول وتعريف ثاني وتعريف ثالث وتعريف رابع وتعريف اخير وهو الشامل والملم. التعريف رقم واحد وهو تعريف بسيط جدا وسهل جدا، يقول لي الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة. الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة. ففي هذا التعريف يا شباب
نلاحظ انه تم التركيز على ايه؟ تم التركيز على كلمة عدم التأكد. ولما نقول عدم التأكد يعني هذا الشيء غير قابل للقياس بشكل كمي. ففي التعريف الاول، لا يمكن معرفة الخسارة هل هي خسارة كمية ام هل هي خسارة معنوية. ليش؟ لانه قال الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة. الله اعلم ايش هي نوع الخسارة هذه، هل هي خسارة كمية، هل هي خسارة مالية، هل هي خسارة مادية، هل هي خسارة معنوية. لم يتم تحديد نوع الخسارة. وركز التعريف هذا على مصطلح عدم التأكد. عدم التأكد، ولما نقول عدم التأكد هذا يتوقف على ايش؟ على تقديرات الشخص في حد ذاته. اوكي، ولما نقول تقدير شخصي يا شباب، التقديرات الشخصية لا يمكن قياسها وبالتالي بشكل كمي، وبالتالي التقدير الشخصي لا يمكن قياسه بشكل كمي. التعريف رقم 2 نفس الشيء. التعريف 2 هذا فاضل تعريف بسيط وسهل، حيث يقول انه الخطر هو احتمال وقوع خسارة معينة. لو تلاحظ معي يعني ما فيش فرق كبير جدا بين التعريف الاول والثاني، فقط تم استبدال كلمة عدم التأكد بكلمة احتمال، وهذا يدل على ان كلمة عدم التأكد تعني نفس الشيء احتمال. وهنا في التعريف الثاني يا شباب وبنات نفس الشيء، لم يتم تحديد الى حد الان نوع الخسارة، هل هي خسارة كمية ام هل هي خسارة مادية ام هل هي خسارة معنوية الى اخره. فالتعريف الاول والثاني لم يتم تحديد فيهما نوع الخسارة. التعريف رقم 3، ايش يقول؟ يقول الخطر هو الخسارة المادية المحتملة نتيجة لوقوع حادث معين. لو تلاحظ معي هنا في التعريف الثالث تم تحديد نوع الخسارة، إذ قال الخسارة المادية. الخسارة المادية بمعنى كل ما هو خسارة معنوية يا شباب يا بنات لا تدخل في مجال مقررنا. احنا راح نهتم بس بالخسائر المادية، يعني الخسائر التي تقبل القياس، نقدر نقيسها بشكل كمي. فالتعريف الثالث تحسوا انه اشمل من التعريف رقم 1 والتعريف رقم 2، فيقول الخسارة المادية المحتملة بالطبع نتيجة لوقوع حادث معين. التعريف رقم 4 شو يقول هنا؟ يقول انه الخطر هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن الخسارة المادية المحتملة في الثروة او الدخل نتيجة لوقوع حادث معين. لاحظ معي ان التعريف رقم 4 اشمل من التعريف الثالث. ليش؟ لان التعريف رقم 4 قال الخسارة المادية التي تصيب ايش يا شباب؟ تصيب الثروة، تصيب الدخل. لما اقول الثروة يعني كل ما يمتلكه الانسان، يعني جميع الخسائر التي تصيب مثلا المنازل، جميع الخسائر التي تصيب مثلا السيارات، جميع الخسائر مثلا التي تصيب جسم الانسان، فهذه كلها تسمى بخسارة مادية في الثروة، او خسارة مادية تصيب الدخل. لما اقول الدخل يعني تصيب الراتب، هذا المقصود ب الخسارة المادية التي تصيب الثروة والتي تصيب الدخل. فالتعريف رقم 4 أشمل من التعريف رقم 3، والتعريف رقم 4 يقول أن الخطر هو الخسارة المادية المحتملة في الثروة أو الدخل نتيجة لوقوع حادث معين. التعريف رقم 5 اللي هو التعريف الذي سيعتمد في هذا المقرر. ليش؟ لأنه تعريف شامل وأدق، حيث يقول هذا التعريف أن الخطر هو الخسارة المادية المحتملة والخسارة المعنوية
التي يمكن قياسها نتيجة لوقوع حادث معين مع الأخذ الاعتبار جميع العوامل المساعدة لوقوع الخسارة. بمعنى يعني هنا يقول لي أنه الخطر هو عبارة عن جميع الخسائر المادية أو جميع الخسائر المعنوية بشرط لما تكون خسارة معنوية يجب أن تكون هذه الخسارة قابلة للقياس بشكل كمي. وبالطبع هذه الخسائر سواء الخسائر المادية سواء الخسائر المعنوية تنتج نتيجة لوقوع حادث معين. وبالطبع يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي تساعد على وقوع هذه الخسائر. لما أقول جميع العوامل راح نشوف في الوحدة رقم 3 العوامل المساعدة لوقوع خطر. يعني في عدة عوامل يا شباب يا بنات تزيد من درجة الخطورة، تزيد من حدة الخسارة، تزيد من حجم الخسارة، تزيد من تكرار الخسارة. هذه تسمى بعوامل مساعدة. فعلى الإنسان أنه يأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل المساعدة لوقوع الخسارة. فهنا نلاحظ أن التعريف هذا هو تعريف شامل، حيث أنه التعريف لا يقتصر بس عن الخسائر المادية وإنما كذلك يشمل الخسائر المعنوية، بشرط أن الخسائر المعنوية هذه تكون قابلة للقياس. نعطيك أنا مثال عن الخسائر المعنوية القابلة للقياس وتقبل شركة التأمين أن تؤمنها. لو تروح لدولة أوروبية مثلا وتروح إلى شركة تأمين، هناك عقود تسمى بعقود التأمين على الحياة وعقود التأمين على الوفاة. فالحياة والوفاة يا شباب يا بنات هي مخاطر معنوية، لكن شركات التأمين تقبل أنها تؤمنها. راح نشوف هذا في واحدة من الوحدات يا شباب، راح نشوف هذا يعني عقود التأمين على الحياة والوفاة في واحدة من الوحدات. هذا مثال بسيط عن مخاطر معنوية وتقبل شركة التأمين أن تأمنها. العنصر الثالث إيش يقول؟ مفهوم الخطر من وجهة نظر شركة التأمين أو المؤمن نفس الشيء. هنا شركة التأمين يا شباب يا بنات مثلها مثل أي شركة أخرى، همها الوحيد هو إيش؟ همها الوحيد هو الربح، همها الوحيد هو الربح. فبالتالي شركة التأمين لما يروح إنسان علشان يأمن على سيارته أو يأمن على حياته أو يأمن على البيت ضد خطر معين، الشركة في هذه الحالة أول خطوة تقوم بها أنها تحاول أن تحدد أو تقيس يعني الخسائر المتوقعة لذلك الخطر. ليش؟ لأنه على ضوء الخسارة المتوقعة يا شباب يا بنات يتم تحديد قصة التأمين اللي راح يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين. فكلما كانت حجم الخسائر المتوقعة كبير إلا وكان القسط المدفوع عالي. فشركة التأمين أول ما يجيها خطر تحدد حجم الخسارة المتوقعة لذلك الخطر، وعلى أساس حجم الخسارة المتوقعة يتم تحديد قسط التأمين المستحق. بعد وقوع الحادث يتم تحديد ما يسمى بالخسائر الفعلية. الخسائر الفعلية يا شباب يا بنات هي تلك الخسائر اللي راح تعطيها شركة تأمين تعويض للمؤمن له. يعني انت لما تسوي حادث سيارة يتم تقدير الحادث مثلا نقول احنا ب10,000 ريال، ال10,000 ريال هذه تسمى بخسائر فعلية، الشركة مطالبة أنها تعطيها تعويضات للمؤمن له. وبالتالي بالنسبة لشركة التأمين الخطر من وجهة نظر شركة التأمين هو أن تزيد الخسارة الفعلية عن الخسارة المتوقعة. بمعنى إذا تجاوزت يا شباب الخسائر الفعلية
تجاوزت قيمتها الخسائر المتوقعة فهذا يعني أن الشركة في خطر، وهذا يعني أن الشركة في خطر، بمعنى الشركة تقدم لها خطر وتم يعني حساب الخسارة المتوقعة، وقلنا أنه الخسارة المتوقعة لهذا الخطر هو 5,000 ريال. صار الحادث والخسارة الفعلية وصلت إلى 50,000 ريال. فتلاحظ معي هنا أن الفرق كبير جدا بين ما توقعناه وما كان يعني الخسارة الفعلية. فلاحظ أنه الخسارة الفعلية تجاوزت الخسائر المتوقعة. في هذه الحالة تعد الشركة في خطر. فالخطر من وجهة نظر شركة التأمين هو أن تزيد الخسائر الفعلية عن الخسائر المتوقعة، وليس العكس يا شباب، وليس العكس. اللي راح يقول لي أنه الخطر من وجهة نظر شركة التأمين هو أن تزيد الخسائر المتوقعة عن الخسائر الفعلية، هذا خاطئ. والصحيح هو أن تزيد الخسائر الفعلية عن الخسائر المتوقعة. وبالطبع يا شباب يا بنات، لما نبغى نقيم شركة تأمين راح هل هي يعني في خطر أو لا، التقييم يكون على أساس إيش؟ على أساس الأعمال الكلية للشركة، وليس على أساس حادث واحد أو حادث معين. ليش؟ لأنه نقدر أنا بالنسبة للسيارة الأولى نتوقع خسارة مثلا 5,000 ريال، ولما تصير الحادث تكون الخسارة 20,000. في هذه الحالة ما راح نقدر نقول أنه الشركة في خطر. ليش؟ لأنه في إمكانية أنه في حادث آخر الشركة راح تسوي أرباح، وفي إمكانية أنه شخص آخر ما راح يتعرض للحادث طيلة سنة كاملة. فلما نبغى نقيم شركة معينة، شركة تأمين معينة، هل هي الشركة هذه في خطر أو لا، التقييم يتم على أساس الأعمال الكلية لشركة التأمين، وليس على مستوى حادث واحد فقط. أوكي. بالطبع هنا لو نبغى نقلل الفارق بين الخسائر الفعلية والخسائر المتوقعة، مش احنا قلنا يا شباب ايش قلنا؟ قلنا انه الخطر من وجهة نظر هو ان تزيد الخسائر الفعلية عن الخسائر المتوقعة. لو احنا نبغى انه الخسائر الفعلية تكون قريبة جدا من الخسائر المتوقعة، فهذا ما راح يتم الا اذا كان لدى شركة التأمين وحدات كبيرة معرض الخطر. يعني كلما زاد عدد الوحدات المعرض الخطر زيادة كبيرة جدا إلا واقتربت الخسائر الفعلية من الخسائر المتوقعة. إيش المقصود بالوحدات المعرض الخطر؟ يعني شركة تأمين أفضل شيء لها عوض أنها تأمن على 10 سيارات راح تأمن مثلا على 1,000 سيارة. شركة تأمين عوض أنها تأمن على 10 أشخاص ضد خطر حوادث الشغل مثلا راح تأمن على 5,000 شخص. فكلما زاد عدد الوحدات المعرضة للخطر، كلما زاد عدد الوحدات المؤمن عليها لدى شركة التأمين إلا واقتربت الخسارة الفعلية عن الخسارة المتوقعة. وهذا ما يسمى بقانون الأعداد الكبيرة. إيش المقصود بقانون الأعداد الكبيرة؟ راح نشوف هذا حتى في واحدة أخرى. المقصود بقانون الأعداد الكبيرة يا شباب أنه كلما كان عدد الوحدات المعرضة للخطر كبير إلا واقتربت الخسائر الفعلية من الخسائر المتوقعة. وبالتالي جميع شركات التأمين يا شباب يا بنات تبحث عن أكبر عدد ممكن من المؤمنين لهم. الغاية ليش أو الهدف ليش؟ حتى يصبح قانون الأعداد الكبيرة ساري المفعول. بمعنى متى يمكن قانون أعداد كبيرة، متى يمكن القول أن قانون أعداد كبيرة ساري المفعول؟ يصبح قانون أعداد كبيرة ساري المفعول كلما كان عدد الوحدات المعرض للخطر كبير.
يعني شركة تأمين عندها 10 سيارات وشركة أخرى عندها 5000 سيارة، اللي عندها 5000 سيارة راح تحقق أرباح أكثر بكثير من الشركة اللي عندها 10 سيارات بس. هذا هو المقصود بقانون الأعداد الكبيرة. وبالتالي جميع شركة تأمين يا شباب تسعى أنها تستقطب أكبر عدد ممكن من المؤمنين لهم حتى يصبح قانون الأعداد الكبيرة ساري المفعول. العنصر الموالي، ايش يقول العنصر الموالي؟ الخطر ضمن مفهوم عدم التأكد. لو تتذكر يا شباب قلنا احنا التعريف رقم واحد يقول الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة. فهنا بالطبع كلمة عدم التأكد او عنصر عدم التأكد مهم جدا 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 في تحديد مفهوم الخطر. فكلما كانت يا شباب ويا بنات كلما كانت ظاهرة عدم التأكد كبيرة جدا إلا وكانت درجة الخطر عالية. والعكس صحيح، كلما تحكمنا في ظاهرة عدم التأكد إلا وقلت درجة الخطورة. فبالاعتماد أو بناء على ظاهرة عدم التأكد نقدر نقسم الخطر إلى نوعين، هناك ما يسمى بالخطر الموضوعي وهناك ما يسمى بالخطر العشوائي. الخطر الموضوعي، ركز معي، الخطر الموضوعي يا شباب بنات هو عبارة عن التغير النسبي بين الخسارة الفعلية والخسارة المتوقعة. الخطر الموضوعي هو عبارة عن الفارق النسبي بين الخسائر الفعلية والخسائر المتوقعة. بمعنى يا شباب لو احنا توقعنا 5000 ريال كحجم خسائر، لما صار الحادث لقينا انه الخسائر الفعلية 10000 ريال، 10000 ناقص 5000 تيجي 5000، ال 5000 هذه الفارق يسمى بالخطر الموضوعي. فتلاحظ معي هنا ايش؟ ان الخطر الموضوعي قابل للقياس بشكل كمي، وراح نعطيكم مثال اخر عن الخطر الموضوعي. بالنسبة للخطر العشوائي، الخطر العشوائي العكس تماما، الخطر العشوائي غير قابل للقياس. ليش؟ لانه الخطر العشوائي هو عدم التيقن او عدم التأكد المبني على الحالة الذهنية للانسان. بما أنه مبني على تقديرات شخصية، فهذا يعني أن الخطر العشوائي غير قابل للقياس. لو سئلتم سؤال ما هو الفارق بين الخطر العشوائي والخطر الموضوعي، الإجابة راح تكون كالتالي: الخطر الموضوعي قابل للقياس بينما الخطر العشوائي غير قابل للقياس. ليش غير قابل للقياس يا شباب؟ لأنه مبني على الحالة الذهنية للشخص أو للفرد. مثال عن خطر الموضوعي يقول هنا: لنفترض أن شركة تأمين لديها 5000 بيت مؤمن عليه ضد خطر الحريق. وقال لنفترض أن هناك نسبة 1% سنويا أن يصير حادث حريق، يعني احتمال وقوع حادث حريق هو 1%. لو نبغى نحسب الخسائر المتوقعة، لو نبغى نحسب عدد المنازل المتوقع أن يصير عليها الحريق، راح ناخذ 1% ضارب 5000 بيت. 1% ضارب 5000 راح يجي 50 بيت. فالمتوقع هذه السنة أنه يصير 50 حريق لخمسين بيت. بالطبع يا شباب أنه هذه النسبة أو هذا العدد ليس ثابت، في إمكانية أنه يصير أكثر من 50 وفي إمكانية أنه يصير أقل من 50 بيت. في نهاية السنة بعد مرور سنة راح نحسب كم صار من حريق. لنفترض أنه صار 55 حريق، ال 55 حريق هذه تسمى بخسائر فعلية. 55 ناقص 50 تيجي 5 منازل، 5 بيوت. الخمسة هذه، الخمسة بيوت تسمى بخطر موضوعي.
تشوف معي تلاحظ معي ان الخطر الموضوعي قابل للقياس. بالنسبة لي الخطر العشوائي، الخطر العشوائي شو يقول؟ لنفترض ان انسان يسوق في السيارة برخصة منتهية الصلاحية، وبالطبع يا شباب انه اقدامه على قيادة السيارة برخصة منتهية الصلاحية هذا راجع عن ايش؟ لعدم معرفته، لعدم تأكده انه سيتم ايقافه من طرف عون الامن. فهنا بما انه غير متأكد او غير متيقن، وبالطبع عدم التأكد وعدم التيقن هذا مبني على الحالة الذهنية للانسان، فهذا هو الشيء اللي خلاه يقدم على قيادة السيارة. لو تاخذ انسان اخر ما راح يتصرف نفس التصرف، شخص اخر راح يقول لك طالما رخصة السياقة منتهية الصلاحية استحالة ان نقود السيارة. وبالتالي هنا اخذنا شخص اول وشخص ثاني، ولاحظنا انه كل شخص تصرف بطريقة اخرى. ليش؟ لان كل انسان يعني حسب تقديراته، حسب تقديراتي الشخصية راح يتصرف اما يقود السيارة او لا يقود السيارة. وبالتالي الخطر العشوائي غير قابل للقياس لانه مبني على الحالة الذهنية للانسان او للشخص. هنا بما انه قلنا الخطر الموضوعي قابل للقياس، فهنا شو يقول لي كملاحظة؟ يقول لي انه نقدر نقيس الخطر الموضوعي باستعمال ايش؟ عدة مقاييس تشتت. نقدر نستعمل المدى لقياس الانحراف الخطر الموضوعي، نقدر نستعمل الانحراف المعياري لقياس الخطر الموضوعي، نقدر نستعمل التباين لقياس الخطر الموضوعي، نقدر نستعمل معامل الاختلاف لقياس الخطر الموضوعي. وبالطبع يا شباب مش احنا قلنا انه الخطر الموضوعي هو عبارة عن الفارق بين الخسائر الفعلية والخسائر المتوقعة؟ فاذا اردنا ان نقلل من حجم الخطر الموضوعي، لو اردنا ان نقلل من حدة الخطر الموضوعي راح نزيد في عدد الوحدات المعرضة للخطر، يعني راح نطبق قانون الاعداد الكبيرة. فكلما كان عدد الوحدات المعرضة للخطر كبير جدا الا واقتربت الخسائر الفعلية من الخسائر المتوقعة، وبالتالي يعني يقل الفارق بين الخسائر الفعلية والخسائر المتوقعة، وبالتالي تقل حدة الخطر الموضوعي، تقل حدة الخطر الموضوعي. هذا بالنسبة للوحدة رقم واحد. نمر الآن إلى الوحدة رقم اثنين وعنوانها تصنيف المخاطر. إيش المقصود بتصنيف المخاطر يا شباب؟ يعني هنا راح نشوف الوحدة هذه الوحدة رقم اثنين قسمين من المخاطر. هناك القسم الأول ما يسمى بالمخاطر المعنوية والمخاطر الاقتصادية، وهناك القسم الثاني ما يسمى أو ما نطلق عليه باسم الأخطار العامة والأخطار الخاصة. راح نشوف في القسم الأول ما هي الأخطار القابلة للتأمين وما هي الأخطار الغير قابلة للتأمين، والقسم الثاني نفس الشيء راح نشوف ما هي الأخطار القابلة للتأمين وما هي الأخطار الغير قابلة للتأمين. بالطبع هنا بالنسبة للقسم الأول أو النوع الأول أو التصنيف الأول نسميه الأخطار المعنوية والأخطار الاقتصادية. أمامكم هنا رسم بياني توضيحي يوضح هذه الأخطار. فهنا شو يقول لي؟ يقول لي أنه المجموعة الأولى هذه اللي احنا سميناها الأخطار المعنوية والأخطار الاقتصادية تنقسم إلى نوعين، هناك مخاطر معنوية وهناك ما يسمى بمخاطر اقتصادية. المخاطر المعنوية يا شباب يا بنات هي غير قابلة للقياس عادة، وبما أنها غير قابلة للقياس فإن المخاطر المعنوية هذه لا تقبل شركة التأمين أن تؤمنها. ليش؟ لأن المخاطر المعنوية لا يمكن قياسها وبالتالي لا يمكن تأمينها.
المخاطر المعنوية هذه هي شباب، هي تلك المخاطر التي لا تتسبب في خسائر مادية بصفة مباشرة. وهذه المخاطر يا شباب تتميز بكونها لا تخضع لمبدأ القياس، وبالتالي ترفض شركة التأمين أن تؤمنها. بالنسبة للمخاطر المعنوية التي يمكن قياسها والتي يمكن تأمينها والتي تقبل شركة التأمين أن تأمنها، خطر الحياة وخطر الوفاة، هذه مخاطر معنوية، وهذه المخاطر قابلة للقياس ونقدر نأمنها. وبالطبع يا شباب شركة التأمين لما تقبل تأمن مخاطر الحياة مثلا، من الأفضل من المستحسن أنه الشخص اللي يروح يأمن يوقع عقد تأمين الحياة أنه يعيش أطول مدة ممكنة. ليش؟ لأن شركة التأمين كلما زاد عمر الإنسان إلا وزادت أقساط التأمين اللي راح يدفعها، وبالتالي يعود بالفائدة إلى شركة التأمين. القسم الثاني هي المخاطر الاقتصادية. هنا شو يقول لي؟ يقول لي أنه المخاطر الاقتصادية تنقسم إلى مخاطر المضاربة والمخاطر الصافية. بالنسبة للمخاطر الاقتصادية هذه هي مخاطر تتسبب في خسائر مالية للإنسان، وهذه المخاطر الاقتصادية يا شباب ويا بنات يعني تخضع إلى مبدأ القياس وتخضع إلى مبدأ التقييم. بالنسبة للمخاطر المضاربة هذه عادة ترفض شركة التأمين أن تؤمن مخاطر المضاربة. إيش المقصود بمخاطر المضاربة؟ مخاطر المضاربة كل تجارة يا شباب فيها تذبذب أسعار تسمى بمخاطر المضاربة. مثال تجارة الأسهم تسمى بمخاطر المضاربة. وبالطبع هنا شركة التأمين ترفض أن تأمن مخاطر المضاربة. ليش؟ السبب لأن مخاطر المضاربة لا يمكن التنبؤ بمدى الربح فيها أو الخسارة. يعني صعب جدا على شركة التأمين أن تقدر تحدد هل خطر المضاربة هذا مربح أو راح تكون فيه خسارة. وبما أنه خطر المضاربة لا يمكن التنبؤ بالربح أو الخسارة فيه، فترفض شركة التأمين أن تؤمنه. القسم الثاني اسمه المخاطر الصافية. المخاطر الصافية تنقسم إلى مخاطر المسؤولية المدنية، مخاطر الممتلكات، والمخاطر الشخصية. مخاطر الصافية كلها يا شباب كلها قابلة للتأمين بدون استثناء. المخاطر الصافية هذه يا شباب دايما نتيجتها إما ربح أو عدم ربح، على عكس مخاطر المضاربة نتيجتها ربح أو خسارة. مخاطر الصافية لا، نتيجتها إما خسارة أو عدم خسارة. ليش؟ لأنك أنت لما تأمن السيارة بعد مرور سنة لو ما سويت حتى حادث مفيش خسارة. لو سويت أنت حادث وكانت حجم الحادث هذا خسائره 10,000 ريال هناك خسارة. فبالتالي ها مخاطر الصافية نتيجتها إما خسارة أو عدم خسارة. من أمثلة المخاطر الصافية يا شباب خطر الحريق، خطر السرقة، خطر حادث السير، هذه كلها تسمى بمخاطر الصافية. وتنقسم قلت إلى مخاطر المسؤولية المدنية، مخاطر الممتلكات، ومخاطر الشخصية. بالنسبة للمخاطر الشخصية هذه جميع المخاطر التي تصيب الإنسان. مثال المرض، مثال الوفاة، مثال البطالة، مثال الشيخوخة، مثال العجز، هذه كلها تسمى بمخاطر شخصية تصيب الشخص يا شباب، تصيب الشخص لا تصيب ممتلك، ولكن تصيب الشخص وتسمى بمخاطر شخصية. وعندك هنا جدول، هناك جدول يعطيك أمثلة عن المخاطر الشخصية. الجدول هذا مثال المرض يعد من المخاطر الشخصية، البطالة تعد من المخاطر الشخصية، الشيخوخة، الوفاة كلها تعد من المخاطر الشخصية.
بالنسبة لي اختار الممتلكات، اي خطر يصيب ممتلك الانسان يسمى بخطر الممتلكات. مثال الحريق يصيب الممتلك، مثال حادث السيارة يصيب الممتلك، فتسمى بمخاطر الممتلكات. تسمى بمخاطر الممتلكات يعني كل ما يصيب البيت، كل ما يصيب السيارة، كل ما يصيب كل ما يمتلكه الانسان ويؤدي الى التلف والضياع ونقص في القيمة، فيسمى بمخاطر الممتلكات. وبالطبع هنا لما يصير حادث لخطر الممتلكات نقدر نصنف الخسارة الى نوعين، اما خسارة مباشرة او خسائر غير مباشرة. على سبيل المثال اذا تعرضت سيارة لحادث سير، مثلا تاكسي تعرض الى حادث سير، الخسائر المباشرة تتمثل في مصاريف اصلاح السيارة، والخسائر الغير مباشرة تتمثل في عدم استعمال السيارة لفترة معينة. بالنسبة للنوع الثالث هو مخاطر المسؤولية المدنية. مخاطر المسؤولية المدنية في المملكة العربية السعودية سموها ضد الغير، أخطار ضد الغير، يعني جميع الأخطار التي تقوم بها أنت والمتضرر هو شخص آخر، إما في شخصه أو في ممتلكاته. يعني أي خطر يتسبب في أضرار للغير، يتسبب في أضرار للغير، تسمى بمخاطر المسؤولية المدنية. على سبيل المثال سويت انت حادث سير، الحادث هذا تسبب في خسائر للسيارة الثانية، فهذا يسمى بمخاطر المسؤولية المدنية. هناك ما يسمى بمخاطر المسؤولية المدنية للأطباء، هناك ما يسمى بمخاطر المسؤولية المدنية للصيادلة، هناك ما يسمى بمخاطر المسؤولية المدنية للمقاولين، يعني الطبيب هو المسؤول عن الأخطاء التي يقوم بها عند إجراء العملية، مما يؤدي إلى الوفاة أو مما يؤدي إلى عجز أو مما يؤدي إلى إعاقة في المريض، فالطبيب هو المسؤول عن تلك المخاطر. النوع القسم الثاني هي الأخطار العامة والأخطار الخاصة. بالنسبة للأخطار العامة أو نسميها الأخطار الأساسية، هي جميع الأخطار التي تصيب مجموعة كبيرة من الأفراد، تصيب المجتمع، تصيب البلد بالكامل وتؤدي إلى خسائر، هذه تسمى بمخاطر العامة أو تسمى بالمخاطر الأساسية، مثل الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل، مثل الفيضانات، مثل التضخم، مثل البطالة العامة، مثل البراكين، هذه كلها تسمى بالمخاطر العامة أو نسميها بالمخاطر الأساسية. ليش؟ لأن عند وقوعها تتسبب في خسائر كبيرة جدا للبلد. وبالطبع في هذه الحالة شركة التأمين ترفض أن تؤمن المخاطر العامة. ليش ترفض؟ لأن استحالة أنك تقدر تلقى شركة تأمين تغطي خسائر الكوارث الطبيعية، تغطي خسائر الفيضانات، تغطي خسائر الزلازل، لأن حجمها كبير جدا، وبالتالي ترفض شركة التأمين أن تؤمنها. بالنسبة للمخاطر الخاصة أو الأخطار الخاصة، الأخطار الخاصة عكس الأخطار العامة. الأخطار الخاصة هذه عند وقوعها تصيب مجموعة صغيرة من الأفراد، تصيب فرد معين، وتكون حجم خسائرها يعني تقدر شركة التأمين أن تتحملها، وبالتالي تقبل شركة التأمين أن تؤمن الأخطار الخاصة. على سبيل المثال خطر الحريق، خطر السرقة، خطر السطو، مثال خطر حادث سيارة، مثال خطر حادث شغل، مثال المرض، هذه كلها تسمى بالأخطار الخاصة. وبما أن خسائرها تكون عادة يعني متوسطة القيمة، فشركة التأمين تقبل أن تؤمن مخاطر الخاصة. ونختم بالوحدة رقم 2، ونخليكم يا شباب يا بنات لو سمحتم بسرعة 3 أو 30 أو 3 دقائق اللي عنده استفسار أو سؤال تحت الشات مفتوح قدامكم. وبالطبع يا شباب اللي عنده سؤال يقدر يسألني في منتدى الأسئلة والاستفسارات.
بالنسبة للطلاب والطالبات اللي دخلوا متأخرين، الشرائح موجودة في المنتدى، فالرجاء منكم تحميل الشرائح الموجودة في المنتدى، لا تجيب لي شرائح من مكان آخر، تقيد بس بالشرائح الموجودة في المنتدى. الله يبارك فيكم، الشرائح الموجودة في المنتدى بس استعملها. هي مين عنده سؤال يا شباب قبل ما نطلع؟ مين فيكم عنده سؤال؟ لا يوجد حذف. 29 وحدة، 29 وحدة كلها شاملة. الرجاء منكم يا شباب، ما أقبل أن يتكلم في الموضوع هذا، ما فيش حذف من وحدة واحد لوحدة 29. الاختبار راح يكون من وحدة واحد لوحدة 29. بالنسبة للمراجعة راح نسوي مراجعة إن شاء الله في آخر محاضرة. لا، الخطر عنده خمسة تعريفات يا أستاذ هند. التعريف الأول والثاني والثالث والرابع، وهناك التعريف الأخير اللي يقول الخطر هو الخسارة المادية المحتملة والخسارة المعنوية التي يمكن قياسها نتيجة لوقوع حادث معين، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المساعدة لوقوع الخطر. هذا التعريف الأخير واللي راح نستعمله في طيلة المقرر. في سؤال ثاني يا شباب لو سمحت. لو ما فيش أسئلة نقدر نطلع. الله يخليكم، الله يبارك فيكم. ملتقانا يوم السبت يا شباب، هناك محاضرة أخرى يوم السبت. المحاضرات دائما يوم أربعاء وسبت الساعة 9، يوم أربعاء وسبت المحاضرات دائما. الله يبارك فيكم، الله يخليكم. تصبحون على خير.